معانا دلوقتي يمكن تقرير من اليابان وهو عن مشاهدة أزهار الكرز، وهو تقليد سنوي يتوافد فيه اليابانيون على المتنزهات طبعا زي الربيع عندنا. طبعا بنتكلم فيه كمان ان هو يعني طبعا بعض الحاجات اللي ممكن نشوفها زي عندنا في شم النسيم، نشوف تناول الطعام في المتنزهات. وهذا الاحتفال هم اليابانيين شايفينه بيرمز للثقافة اليابانية. الحقيقه هو ما فيهوش اكل، يعني عشان بس نبقى واضحين مع بعض، ما هيقعدوا يعني هو يتناول بعضهم الطعام، ما هو هنشوفها دلوقتي مع بعض. بس هو زهور يعني واكتر منه اكيد، مش الاكل بتاعنا طبعا، ومش حجم الاكل، مش بيروح ياكلوا فسيخ في الجنينه. لا مش قصدي، انا بتكلم على الفكره احنا رابطين يمكن احتفالاتنا بان احنا نوعيه معينه من الاكل. صحيح. يعني كل احتفال ليه نوعيه معينه، دي حقيقه. هم بيستمتعوا باجواء ربيع وسط مشاهده ازهار الكرز في اليابان، وهذا الجو الجميل خلينا نتابعه مع بعض في تقريرنا اللي جاي. في مثل هذه الأيام من كل عام يستمتع اليابانيون وملايين السياح ببدء موسم هانامي أو تأمل زهور الكرز، فلن يفوت الشعب الياباني فرصة تأمل جمال أزهار شجر الكرز هذا العام على الرغم من التحذيرات من فيروس كورونا. كارنيفال هانامي تقليد سنوي يتوافد العديد من اليابانيين إلى المتنزهات لمشاهدة أزهار أشجار الكرز بعد تفتحها في كارنيفال رائع باللونين الأبيض والزهري. ويتناول بعضهم الطعام في الطبيعة، وهي بالنسبة للأجيال الجديدة فرصة لالتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذه الفترة من العام تجد اليابانيين يحتفلون بالهانامي في الطرقات والساحات العامة، حيث يقضون معظم أوقاتهم في النهار وهم يستظلون تحت الأشجار، لا يفوتون لحظات المتعة والتأمل في هذه الأزهار والورود التي بثت فيها الحياة من جديد. يعود موسم هانامي إلى حقبة تاريخية مهمة في البلاد تسمى فترة نارا، وهي الفترة التي كانت مدينة نارا اليابانية التي تقع على جزيرة هونشو تحتضن الإمبراطورية اليابانية. وامتدت هذه الحقبة إلى ما بين عامي 710 و784، وفي تلك الفترة كانت عائلة تانغ الصينية تفرض هيمنتها على البلاد، وهي التي أدخلت عادة الاحتفال بالربيع إلى البلاد خلال تلك الفترة، إذ إنها عادة صينية بالأساس.